السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد. معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. عدنا اليوم اليونت الخامس من كتاب النحو المرحلة الأولى. عدنا اليوم الباست سمبل، الماضي البسيط، الباست سمبل I did. طبعا هو منطيكم هنا مثال، يعني قايل لك ادرس هذا المثال. قبل لا اروح على المثال، خلينا نعطيكم القاعدة بالعربي، خل فهم لكم اياها ونرجع نشرح بالكتاب. هو هذا الشرح بالكتاب اصلا يعني ما بي لا قواعد ولا، خلينا نتعلم على القاعدة بالكتاب بالملزمة ونرجع. الباست سمبل، ماضي بسيط. الماضي البسيط هو يتحدث عن زمن او عن حدث في الماضي القريب. شوف ركز يمي، الماضي البسيط حدث تم في الماضي القريب، يعني البارحة، أول بارحة، قبل يومين، ثلاثة، ذاك الأسبوع، الشهر اللي راح. حدث يعني قريب تم في الماضي وانتهى. البارحة سويت في الشغلة وراحت انتهت. ركز يمي لأن هذا هاي كلش تحتاجه. أعيد، حدث تم وين؟ بالماضي وانتهى. الماضي القريب مو البعيد، مو قبل 5 سنين 6 سنين، لا. زين، القاعدة مالته فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، يعني يا أما فعل بإيدي يا أما فعل شاذ. زين، الأفعال الشاذة شنو هي؟ مجموعة أفعال شاذة لازم تحفظها ذني. شلون أحول الفعل الماضي؟ أضيف له إيدي، إذا كان يحتوي على إي أضيف له بزدي، إذا كان ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة أكرر الحرف الأخير وأضيف إيدي. هذين القواعد مال تحويل الفعل الماضي إضافة الإيدي، انا شارحن وحدهن بفيديو خاص، تقدر تروح تشوفهن على اليوتيوب باساسيات اللغه الانجليزيه، بس تكتب تحويل الفعل الى الماضي محمد نجم النوفلي، بس تكتب على اليوتيوب. خاف انت ما عندك، وانا سهلات ما بينشي. زين، يقول هي بلاي فوتبول بالماضي، بس راح اقول هي بلايد فوتبول، بس اضيف ايدي. زين، في حالة النفي، في حالة النفي نضع بعد الفعل المساعد did، نضع الفعل المساعد did وتصبح نفي و ند not. يعني أنا سوري، أنا راح أحط did not، يعني هاي did not هي الفعل المساعد، أخلي did والnot أنا أضيفها لأنه نفي، فراح أقول he did not play football، يعني صارت جملة ماضي بسيط. مثلا أقول I بلاي فوتبول، بالماضي راح يصير I didn't play football. مثلا مثلا على سبيل المثال we used the pen، we used the new pen، استخدمنا القلم الجديد. شلون فيها راح اقول we didn't use the new pen. ركز عليه على شغلة مهمة جدا، he didn't play football. شوف الفعل هنا مجرد، بالنفي يكون الفعل مجرد مو ضيف له ايدي، دير بالك. زين، في حالة السؤال اخلي الدد بالبداية وانزل الجملة مثل ما هي واخلي علامة استفهام ما انساها. زين، هذا الزمن بي كلمات تدل على اي، نعم بي يسترداي البارحة تدل على زمن الماضي البسيط، بي ago وبي last في الماضي. عرفنا الزمن، هاي القاعدة مهمة، الاستخدام مهم، ننفي شلون نسأل عرفناه. هسه خلينا نروح للكتاب. اكو شغلة طبعا نسيت اني ما ذاكرها بالملزمة. شوف، اذا كان عندك الجملة الفعلية مثل ما هسه شفت قدامكم، الجملة الفعلية توها هسه، يعني مثلا work، هاي بالملزمة، هاي شوفها، هاي جملة فعلية. اكو شغلة اخرى يسمونها الجملة الاسمية باللغة العربية، لما يكون عندك اسم بالجملة، يعني أنا عندي بعد الفاعل بعد الفعل اسم، يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال بالجملة أنا عندي he is happy، هو سعيد. هسه هذه الجملة أيضا مضارع بسيط. زين، راح تسألني تقول لي أوقف أستاذ، إز جابها عن المضارع البسيط. إيه نعم، مضارع بسيط. شلون؟ إيه نعم، مضارع بسيط. زين ليش؟ باول، إذا عندك إز وآر وآم، هذني إذا موجودات بالجملة
يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع مستمر. زين شلون تعرف مضارع بسيط لا مضارع مستمر؟ اذا تلقى از او ار او ام وراهن اسم او اي كلمه اخرى مو فعل بي اي ان جي، هذا مضارع بسيط. اذا لقيت از وراها فعل بي اي ان جي، هذا مضارع مستمر. اعيد، عندي الاز ورا الاز عندي اسم صفه، هذه جملة يسمونها مضارع بسيط. شلون انفي؟ راح اقول هي از نوت، هاي في حالة الجملة الاسمية. سؤال از هي هابي، يعني هسه راح اسوي سؤال راح اقول از هي هابي واحط علامة استفهام. اريد اقول نفي راح اقول هي از نوت هابي، هي از نوت هابي، هو ليس سعيد. هاي نفيته، هذا المضارع البسيط هسه. زين المضارع المستمر شنو هو؟ المضارع المستمر لما يقول لك هي از ريدينج، هسه هذه الجمله مضارع مستمر اريد ان فيها راح اقول هي از نوت، هذا مضارع مستمر ما لك علاقه بيه. شلون ميزتها؟ ميزتها لما لقيت الفعل بي اي ان جي، هذا وين الفعل بي اي ان جي، هاي اذا كانت الجمله اسميه. زين بالامتحان شلون يجيب لي جمله اسميه لجمله فعليه؟ لا تخاف، بالامتحان وراح اجيب لك اياها سهله واضحه بسيطه، راح اجيب لك جمله يا اما جمله اسميه او فعليه، راح يقول لك يا اما كون جمله اسميه او كون جمله فعليه، يعني هي مبينه واضحه، يعني ما يجيب لك يقول لك سوي لها جمله اسميه، يعني هي صيغه السؤال مبينه واضحه، يعني لا تدوخ، حيل سهل، بس اريد هذا الشيء يكون ببالك، هذه المعلومه بس اريدها تكون الك يعني. فهي ما يجيب لك اياها يقول لك سوي لها جمله اسميه او فعليه، هذا الشيء لا تخاف من عند، هذا الشيء سهل. زين انا منطينا جملة طبعا يعني انا شرحت لكم هسه ترى على المضارع نفس الحالة على الماضي، يعني هسه هذا الكلام اللي شرحت لكم اياه توني هسه، هذا يسمونه كلام عام. يعني مثلا هسه هاي نفس الحكي راح اقول لكم اياه، هي واز راح تكون هي واز نفس الكلام، هذا في ماضي البسيط، هذا ماضي البسيط، هي واز هابي هذا ماضي بسيط ايضا. زين شلون اعرفه اذا كان ماضي مستمر؟ نفس الكلام بس راح يكون واز، يعني خاف دختم بس ركز وياي، راح اخلي شرح عيد شرح طويل يعني، عفوا شرح خفيف شويه عمود ما ادوخ عليك. شوف اذا عندك واز او وير وراهن فعل بي اي ان جي، هاي جمله ماضي مستمر. اذا عندك جمله بيها از سوري واز او وير وراها صفه او اسم، هذه ماضي بسيط. هسه راح نجي على هاي الجمله، باوع هاي الجمله، انا عندي واز طالما عندي واز ورا الواز اسم، هذه الجمله راح نعتبرها ماضي بسيط. زين لو واز وراها فعل بي اي ان جي، هذا اعتبرها ماضي مستمر. He lived from، شوف هاي هنا هذه جملة فعلية، He lived from. He started، هنا شوف جملة ماضي، He wrote. He was، شوف هاي هنا مو فعل بي اي ان جي، دائما لما تلقى الواز او الوير وما وراها فعل بي اي ان جي، هذا هو مضارع سوري ماضي بسيط، مو ماضي مستمر. عندك هاي الافعال ذني، ترى ذني الافعال دائما يصيرن بالماضي، ذني احفظهن لأنه دائما بمال الماضي البسيط. زين هنا ايش قايل لك؟ Very often the past simple end in ed، يعني كلش دائما انه يعني غالبا ما انه الفعل في زمن الماضي البسيط نستخدم له ed اللي هو regular verb الافعال القياسيه. I work in a travel agency now. Before that I worked. شوف ed هذن كلهن في حالة الماضي. واكو افعال شاذة احنا نعرفهن، رايت تصير روت، سي سو، جو وينت، شت شات هاي تبقى نفسها طبعا. مثلا هاي اي وينت، اي وي سو، بازرت، روت، هذني واضحات. طبعا انا علمتكم شلون اسوي سؤال ديد، نخلي في حالة النفي ديدنت، ديد يو جو اوت، شوف هنا ديد سؤال الفعل يكون مجرد، هنا I went but I didn't نفي، didn't الفعل يبقى مجرد قلنا. زين
وهنا ايضا قايل لك ذا باست اوف بي، هذا الكلام تو شرحت لكم اياه، عم راح اعيد لكم اياه مره، خاف دختو يعني من ساعه. شوف الجمله اذا كانت تحتوي على واز او وير هذه بها احتمالين، اذا كان وراها فعل بي اي ان جي هذا مستمر، اذا كان وراها فعل اذا كان بعدها اسم او صفه هذا راح تكون ماضي بسيط. شلون انفي؟ نفس الكلام، يعني مثلا I was angry، I was angry، كنت غضبان. شلون انفيها؟ راح اقول I was not angry. سؤال، بس تقدم الفعل على الفاعل، بس تقدم المفعول به على الفاعل، يعني لا اكثر ولا اقل. هذا الماضي البسيط مو الماضي المستمر، واضحه؟ يعني مثلا they were late، they were late، شلون انا فيها راح اقول they were not. سؤال راح اقول were they. زين السؤال هنا شلون يعني شلون تجيك بالامتحان باوع؟ ايش تجيك مثلا they، راح اجيب لك بين قوسين الفعل بي، يقول لك هذا الفعل بي حوله late last night. انت راح يقول لك صحيح الفعل، انت مو عندك they، هاي they جمع زين، وعندك لاست يعني ماضي، راح اقول they were. هيش تجيك يعني جيب لك الفعل بي وانت راح تحط زين، راح تحط هنا طبعا زين هنا البي راح لازم احوله حسب الفاعل، هاي طريقه السؤال تجي هيك، واضحه؟ اذا قال لك نفي نفس الحاله، راح تقول they were not، لان عندك ماضي او ليت لاست نايت، هاي تحت لاست نايت، تكمل الجمله مثل ما هي. سؤال راح اقول وير ذي، سوري راح اقول وير ذي، وتنزل الجمله مثل ما هي، حط علامه استفهام. هاي الماضي البسيط في حال اذا عندك واز او وير، او يعني الفعل بي، هو الواز الواريشن هي الفعل بي. عندنا هنا التمارين، هنا التمارين بس قايل لك يعني بهذا التمرين read the Lara says about typical working day، اقرا ايش قالت لارا وجاوب هنا بالاسئله. Yesterday was، يعني هذا الكلام مثلا لازم تقراه وعلى ضوء الكلام راح نحل. I usually get up، عادة ما يعني استيقظ في الساعة 7 صباحا، and I have big breakfast دائما ما يعني اكل وجبة فطور جيدة. I walk to work، اذهب الى العمل، which takes me about half an hour، يعني يستغرق من عندي نص ساعة الوقت الذهاب للعمل. أبدأ العمل في الساعة 8:45 أنا أبدا لا I have never have lunch، ما أكل غداء. I finish work، أنهي عملي في الساعة 5. I am always tired when I get home، دائما أجي تعبانة من أصل للبيت. Usually I cook meal in the evening، دائما أطبخ وجبة في المساء. I don't usually go out، عادة لا أذهب خارجا. I go to bed at about، أذهب إلى الفراش في الساعة 11 وأنام جيدا. هنا مسوينا أسئلة فراغات على ضوء هذا الكلام، طبعا هذا ما يجيك بالامتحان هيجي، بس حتى تتدرب أنا راح أعلمك عليه. يقول I she got up، الفعل هنا طبعا هي بالمضارع، لازم حولها بالماضي لأنه قال لك حولها بالماضي. She got up at 7 o'clock. هذا الكلام وين موجود هنا؟ تونا قلت لكم عليه هذا وين. ثانياً she had، لأن أنا عندي هو هي she have، راح نقول she had. الثالثة she، ثالثاً
احنا هنا قلنا شي ثالثا شي ووكت، شي ووكت هذه ووك راح اسويها بالماضي، هذه ووكت سوري ووكت. الرابعه ات ات تو تو جيت ورك، ات ات توك تستغرق، ات توك تستغرق about بحدود ان half hour، يعني كم لتكمل هذا وانا an hour. طبعا هذا مثل ما قلت لكم هو الشيء يعني مو مهم اصلا، بس يعني حتى تدرب انت. خامسا شي ستارتد تبدا عملها، يعني بس تضيف ايدي. السادسه هو من فيها يقول شي didn't have. السابعه شي فينيشد تبدا تنهي عملها، طبعا هي فينيش صارت فينيشد لان بالماضي. شي واز تايرد كانت متعبه، طبعا هنا شوف ليش خليت واز، لان انا عندي تكمله ما بيها فعل بيها. لو عندي هنا لو عندي فعل بي اي ان جي هنا يعني لو زين شلون ليش خليت واز، لان انا عندي صفه تايرد متعب. وان شي جوت هوم عندما ترجع الى المنزل، طبعا هذا وين كله موجود، يعني كل الكلام إيه هذا وينه سوري got home عندما تصل الى هذا وينه got home. she cooked نسوي يعني هنا الشك وكلام موجود، هنا تاخذ هنا وتحوله للماضي. she didn't get out لا تخرج خارجا في المساء. she went بالماضي. she slept بالماضي. زين هنا هذا التمرين عندك تمارين هنا تحول الفعل للماضي وتحله. Mozart wrote me كتب لي. How did you learn to drive كيف تعلمت السياقة. My father taught me هي أصلها شنو، أصلها teach بالماضي راح تصير taught. الثالثة we couldn't afford to keep our car so we ما قدرنا نصلح سيارتنا لذلك بعناها sold it. هي اصلها sell صارت sold. الرابعه ديف واحد اسمه ديف هي كانت fall صارت fell بالماضي، هذين كلنا افعال شاذة. الخامسه throw هي اصلها هذا وين throw. السادسه spent و bought باي اصلها يشتري هنا كاوت، يعني بس مجرد الفعل تنزله جوا حسب المعنى. طبعا هذين تمارين مهمات قراها نحل مهمات، وخصوصا الافعال الشاذة ترى المهم انه تحفظ الفعل الشاذ بالماضي، لان الاساتذة ما يجيبوك بغير من الفعل في يعني من الافعال الشاذة. هنا هذا التمرين قايل لك جملة كملها عن طريق السؤال. هنا how are things fine things I've just had a great holiday. يقول where did you go. شوف عندك جواب، انت من الجواب راح تسوي سؤال. طالما هو قايل to USA to US الى USA معناها اين ذهب، راح نقول did you go. هذا ان انت لازم تستنتج، يعني انت لازم يعني تستنتج، يعني مثلا ما عندك went راح ترجع go راح اخلي did. زين ليش خليت did بالبدايه، علمتكم ودائما اعلمكم الوير اعتبرها ماكو. يعني انا هسه عندي جمله اصلها شنو، هسه هاي الجمله هاي اصلها you go او you sorry you went هاي اصلها الجمله. اريد اسويها سؤال. اها زين شلون اسويها سؤال، انتبه يمي احنا مو قلنا نخلي did، هاي did خليناها. زين مو قلنا الوينت يرجع للاصل راح يصير جو، ها خليتها زين هي العفو ديد يو الفاعل ينزل والفعل هو اصلا جو يرجع لاصله، هو كان جو صار وينت بالماضي بالسؤال لازم يرجع لاصله جو، راح يصير ديد يو جو. تعال شوف له هذه الجمله مو نفس ما هي ديد يو جو، يعني هيك انت تفسرها واضحه. فهنا الوير تعتبرها ما موجودة. راح نجي على الثانية did you travel. شوف we hired a car did you hired a travel
We hired a car in San Francisco by car. ها يقول بالسيارة. طالما قال هو بالسيارة معناه بيش سافرت انت؟ او يعني how did you go there? The go هم ترهم او travel، بس travel هنا اصح. تعالوا خلينا نرجع الجملة على اصلها. هي اصلها شنو؟ اصلها we او I مثلا we نحن، لان هو انا سألك يعني ده اسألك انتم بيش ذهبتم، احنا راح نقول احنا، يعني هي اصلها احنا ذهبنا، ما راح اسوي سؤال اقول انتم بيش ذهبتوا. اها فشنو اصلها؟ اصلها وي نحن وي ترافل هي اصلها وي ترافل، اصلها هي وي ترافل، هذا اصلها وي ترافل. زين اريد اسويها سؤال، تعالوا خلينا نتعلم اناكم شلون نسويها سؤال. احنا قلنا بالسؤال نخلي ديد، هاي ديد خلينا ديد، وردد الفاعل راح يكون يو، لان احنا قلنا اذا عندي اي شي يكون اذا عندي اي يكون يو، واذا عندي يو يكون اي. يعني اذا شوف الوي والاي، يعني انت انا هسه داسلك شلونك انت راح تقول لي انا زين، انت شلونك؟ انا زين. فهنا من تسال من هو مجاوبك، شوف هسه هو من مجاوبك بوي، اذا السؤال راح يكون بيو. لو هو مجاوبك بيو انت راح تسال بوي، تقلب بالعكس. شوف راح اقول did you، خليت اليو did you، ورا اليو ايش عندي اني؟ ورا اليو عند الفعل travel، راح اكتب travel، كتبنا travel. زين كتبنا travel. تعالوا خلينا نشوف الجمله اني ياكم، هذه did you travel مو نفسها did you travel، واداة السؤال اعتبرها ما موجوده، ما لها علاقه بيها هيك. شوفوا هذا الاثنين حليت لكم اياهم على مود تفهمون اكثر واكثر. راح نجي على الثالثة نشوف شلون محلولة. Did it take قد استغرقت للذهاب إلى هناك؟ يقول 2 weeks، طالما مجاوبني بأسبوعين معناها يعني أسأل عن وقت، فراح أقول How long did it take؟ أصلها شنو هو؟ أصلها it took بالماضي، it took أصلها هيك it took. راح أسويها سؤال راح أقول Did it take، did it take، واضحة؟ فشوف did it take نفس ما هي. الرابعة نفس الحالة did you stay، أصلها شنو؟ أصلها I أو we stay، we stayed، هذا أصلها. أريدها سؤال راح نخلي did من عندي والwe صير you وستي تنزل مثل ما هي. خلينا نشوفها نفسها did you stay، did you stay، شوفها والوير اعتبرها ما موجودة. يقول good it was hot، كان حار. شنو هو الحار؟ الجو. فراح الفاعل راح يكون الجو، الواز راح زين. ليش خليت الواز بالبدايه؟ لان ما عندي اداه سؤال، ما عندي وير لوات، راح تكون هي بالبدايه، راح اصير واز ذا وذر. يعني راح تسالني سؤال قل استاذ ليش ما قلنا ديد ذا وذر جود، ليش ما انا قلت ديد، ليش ما قلت ديد؟ غلط زين. ليش ما قلت ديد؟ تتذكرون تو شويه ايش قلت لكم؟ قلت لك اذا كانت عندك صفه الفاعل، اذا كان عندك جود صفه او اسم لازم تستخدم يا اما واز يا اما وير. فهنا عندك صفه راح تستخدم الواز. زين الديد تعرف ايش وقت نستخدم الديد؟ الديد هاي نستخدمها لما يكون عندي فعل. شوف هذا ستي تيك فعل، ترافل فعل، هنا ما عندي فعل. وين الفعل عندي؟ الفعل الرئيسي جود مو فعل، فما يصير استخدم الديد. خلي بالك شغله، الديد ويا الفعل، الديد ويا مين؟ الديد ويا الفعل، والواز والوير والاز والار والام والذن ذن يكونن ذن افعال الكائنون البي، ذن يا اما صفه يا اما اسم. يعني جود يعني هي هاي اصلها شنو؟ مثلا اصلها ذا وذر، الجو، ذا وذر الجو واز كان جود، هيك اصلها. اريدها سؤال راح اقول واز ذا وذر جود، هيك زين. هنا يقول
did you see، هل رأيت؟ طالما انا عند الشخص هنا لازم انا اضيف احط فعل، يعني مرات انت تحتاج تحط فعل. طبعا بالامتحان ما تجيك، بس يعني هاي لك انت حتستفاد، يعني ترى لا تخاف، يعني ما تجيك بالامتحان انت تضيف فعل من عندك، نادر ان ما تجيك. طالما اني لازم احط فعل هنا سي، فشوف استخدمت did. تذكرت شو انا قلت لك؟ قلت لك did ويا الفعل، والواز والوير ويا الاسم او صفه. زين، عندنا هذا التمرين الاخير يقول كم اكمل هذه الجمل، ضع الفعل في الماضي. تيك يصير توك، هنا عندي وزنت نفي راح لازم اقول didn't. الثالثه يقول I know Sarah was busy، كنت اعرف انه ساره مشغوله، so I didn't، لذلك انا لم ازعجها، هذا من المعنى طبعا. We were very tired، كنا جدا تعبانين، so لذلك we leave، غادرنا راح يصير left بالماضي. طبعا هو جملة كلها ماضي، يعني دا يسألك بالماضي. The bed was very comfortable، الفراش كان كلش مريح، so I slept well، لذلك هنا sleep ايش راح يصير؟ راح يصير slept. The window was open، الشباك كان مفتوح، and the bird، والطائر fly ايش راح يصير؟ راح يصير fly، طبعا بالماضي، بس fly تحوله ماضي، هذا وينها محلوله f l e w. The hotel wasn't very was not very expensive، الفندق ما كان كلش غالي. I didn't cost، اني ما كلفت نفسي بفلوس هواي. طالما يقول ما كان غالي، هو يقول ما كان غالي، لذلك انا ما كلفت نفسي، هذا من المعنى طبعا. I was in a hurry، كنت في عجلة من أمري. I didn't have time to phone you، كنت مستعجل وما قدرت أتصل بيك. هيش معناها I didn't، راح نسويها نفي، ولا تنسى بالنفي الفعل يكون مجرد. هنا عندي بي، أها توني قلت لك على البي راح يصير وير. زي ليش قال صار وير؟ لأن عندي ذي، شو أنا عرفته ماضي؟ هو هنا was عندي، طالما عندي was هي هنا جملة ماضي واضحة. هذا الفيديو انتهى، طبعا كلش كلش تعبني هذا الفيديو صراحة، والصورة ما واضحة يمي، اتمنى ان افتهمتوا، يا رب موفقين ان شاء الله.